الفنجان اللي بيبقى 30 لازم زي ما انا مقتنع بيه هو كده. يوم يوم بقى نشتغل دي انت ما تعقلش نفسك وما تقعدش دايما خايف وعندك فوبيا من النوم. كل الناس عندها مش عارف ازمه نفسيه في النوم. فحاول تكون منظم ومذاكر في اليوم كويس جدا لو كنتين ذاكر من سورس كويس زي الكتاب الجميل ده بتاع الدكتور هواري الناس جايبه في مصر. لا كتاب دكتور علوان او التاليف اللي بيعمل كنت بقول لكم ايه احنا عاوزين ننجز ونحن حصلين من الحاجات السنه دي. لا تقول حسن علوان ومش حسن وقالوا في الكليه علوان يا دكتور ارحمونا يا جدعان عاوزين نخلص السنه اللي احنا بقى فيها. نيويورك كتاب دكتور شيب الهواري خلاص. هيقولوا لك ده كتاب دكتور علوان احسن كتاب في المجره ومفيش كتاب احسن منه. قلنا قبل كده 1000 مره ان كتاب دكتور هواري ده هو كتاب دكتور علوان بس النسخه الابديتد منه. كتاب دكتور علوان من سنه 92 انت مواليد سنه 97 يعني اصلا قبل ما تقولوا 5 سنين صح مش 99 ولا 2000 وانت 2000 فاحنا هنذاكر من كتاب دكتور علوان. عاوز كتاب دكتور هواري عاوز تذاكر من دكتور علوان براحتك بس هتلاقي حاجات كتير قريبه ومعلومات محذوفه مش موجوده في الميديسن اصلا وانت تقعد تقرا فيها وتزهقني في الشرح بتاعك ما تزهقنيش. كتاب دكتور مودي كتاب جميل جدا. كتاب دكتور مودي تسليم كتاب حلو برضه بس مختصر قوي مضيع الماتيريال خالص. فاحسن كتاب كتاب دكتور علوان. طيب رقم واحد رقم اثنين هنذاكر في نيو ازاي دكتور دعاء. دكتور دعاء النيو بنش لوحده ما هوش صعب هو سهل بس هو بنش كميه المعلومات اللي فيه يعني على مستوى العالم معلومات ضئيله جدا يعني اغلب الحاجات اللي هتدرسها في النيو عن اكسيدينج واغلب الامراض نوت ويكلي. فانت ما تقعدش تقول لي ايه طب علاجه ايه يا دكتور؟ ما هوش علاج. يقول لهم انا عاجبه ازاي بقى؟ طب انا اخترع علاج؟ لا اعمل حاجه مش اختراعات. الحاجه لو لها اكسبلينشن يبقى ليها، ما قلتش يبقى ملهاش. الحاجه اللي لها علاج هقول بريء ما خلاص ما فيش علاج، مش هقعد اختراع. هو النيو ده واحد. كميه معلومات النيو اللي عندك هي نفس الكميه اللي عندي هي نفس الكميه اللي عند الرئيس المصري. النيو ده علم ليمتد معلوماته اصلا ضئيله، لسه مش فيه ابحاث كتير ولا فيه شغل كتير. محدش فاهم فيه حاجه يعني ماشي؟ فانت لم الدنيا وخلصت عشان تنجح في المهنة. طب النيو كبرنش مهم؟ لا هو اقل برنشات اقل برنشات البطن اهميه، اقل برنش بيجي في معاك اسئله، واقل برنش في الورا ريتم، واقل برنش في الورا ريتم، وحتى في الدرجات الرابعه. فانت ما تدوش اكتر من حق، ذاكره زي الغلط زي بيفهم هو برنش على الكورس. ما تقعدش بقى كل شويه تنسى ومش عارف ايه بيجي كان بيحصل ايه، ذاكر النيو، تقعد بقى ترجع النيو من الامتحان عشان ده اللي بيحصل كل سنه. لازم كل يوم تذاكر النيو تذاكر النيو لحد ما تنسى اللي هي البرنش، في الاخر ما تجيش في الامتحان تلاقي سؤال واحد. لو ما حلتوش عادي تعالوا نبدأ إن شاء الله اليوم إحنا عندنا كذا حاجة. هنبدأ بحاجة اسمها مصر الجديدة. إيه قصة مصر الجديدة؟ المفروض إن إحنا عندنا السبينال كورد طلع منه حاجة اسمها فيو هون سيل بتبع الدماغ عشان نبدأ يشغل مصر. إحنا هنبدأ بحاجة اسمها مصر الجديدة. لو حصل مشكلة في مصر يحصل إيه وبعدها النيرف الجديد وبعدها السنترال الجديد بقى بتاع الجيل نفسه. إيه مشاكل مصر اللي ممكن تحصل؟ عندنا حاجتين، حاجة اسمها مايسينيا جيبس وحاجة اسمها مايوبس. مهمين جدا. المايسينيا جيبس جت عند الولد 2018 كيس ب 20 درجه وجت عند الولد تقريبا السنه اللي قبل اللي فاتت او اللي فاتت متكرره جدا. ايه قصه المايسينيا جيبس دي؟ احنا اتفقنا قبل كده المفروض السباينال كورد طالع منه الليفر توصل الانتيرو نسيت تروح على النيف والنيف ده المفروض يوصل المصل صح؟ بس اكيد النيف مش متصل بالمصل بشكل مباشر. اكيد في نقطه اتصال بين النيف والمصل حته اسمها نيورو ماسكولار فانكشن او اسمها موتور انديجيت كنت فاكرها في الفسيولوجي سنه ثانيه في السي ان اس. النيرف الامبلس طالع من النيرف عن النيرف اندنج هتوصل المصل هتعدي في حته اسمها في سينابسس وبوست سينابسس ونابتيك كريفت. الحته دي كلها اسمها نيو ماسكولار جانكشن. كلمه مايسينيا جيبس يعني انا عنده مشكله في النيو ماسكولار جانكشن عنده مشكله في الحته دي هتقول ايه دلوقتي؟ يبقى رقم واحد مايسينيا جيبس عباره عن مشكله في المصل حصل فيها ايه؟ ان العيان ده عنده مشكله في النيو ماسكولار جانكشن. ايه اللي حصل عند العيان ده؟ المفروض ان احنا اول ما الابس توصل المكان ده صح بيحصل ايه؟ بيبدا الكالسيوم يخش فيروح مفرق على الفيزيكلز اللي شايله النيو ترانسميتر فتبدا الاسطيه تكون يطلع في المكان ده. الكالسيوم دخل حصل له ريفلكس شد الفيزيكل على الدوبلين وحصل له ربشر راح اتحط راح مطلع اسطيه كلها. لما يطلع الاسطيه كلها المفروض ان يمشي في السيناتيك كليف لحد لما يروح للريسبتور دي ويعمل لها اكتيفيشن او يعمل لها دي بولاريزيشن. ولما يعمل دي بولاريزيشن يعني حصل مصل كونتراكشن خلاص انا كده عملت ستيموليشن المصل حصل كونتراكشن في المصل. بعد ما النيورون ترانسميتر ادى دور خلاص راح وعمل ستيموليشن او ديبولاريزيشن في المصل المفروض انه يتكسر تاني او يرجع تاني ممكن يحصل له يقطين او يتكسر بحاجه اسمها كولين ستيريس. يا خلاص انا عملت كونتراكشن مش هفضل كونتراكت طول اليوم انا خلاص كنت بشيل حاجه قبل الكونتراكشن خلاص عاوزها تريلاكس بقى فلازم النيورون الاستيركون يرجع او يتكسر. طب وبعدين؟
المفروض ان العيان ده الطبيعي ان يحصل كده، الطبيعي الاستيميت بيعمل استيميشن ويرجع يحصل له ابديت وجزء يتكسر بالبريس ستيت. اللي عنده مايسينيا جيمز عنده كذا مشكله، عنده مشكله في الاستيل بوين ده او في الريسبتور بتاعته او في البريس ستيت. رقم واحد ممكن عيان عنده استيل بوين قليل اصلا، كميه الاستيل بوين اللي طالعه من النيرف اصلا قليله وبالتالي عملت استيميشن ضعيف بسيط مثل في شويه ريسبتور، او ان عيان عنده استايل بين حلو بس عنده اكسسيف كوليسترول. الكوليسترول ده كتير قوي فبيكسر نيو ترانسميتر اول ما يطلع، يبقى ممكن الكوليسترول الاستايل يكون قليل وممكن الكوليسترول عالي جدا. دي كلها سيوز بس النظريه موست اكسبت الموجوده دلوقتي ان غالبا المشكله حصلت جوه الاورجانيزم. العيان ده جسمه طلع انتي بودي، الانتي بودي راح مسك في الاسيتايل كولين ريسبتور، مش الاستايل بين طلع هنا عشان يمسك في ريسبتور موجود هنا اسمها اسيتايل كولين ريسبتور. العيان ده عنده مشكله اوتوبين بيطلع انتي بودي، الانتي بودي تمسك هي في ريسبتور مكان الاستايل كولين، وبالتالي حصل منافسه او كومبيتيشن ما بين الاستايل كولين وما بين مين؟ الانتي بودي. الانتي بودي مسك في معظم الريسبتور فما عادش بقى غير شويه صغيرين يمين في الاستايل كولين، فشغال عضله شويه صغيره. العيان يحصل له فاتيج افتر ريبيتيشن اوف موفمنت، يا دوب عنده شويه استايل كولين هيدو كونتاكشن اول ما يقدرش يدي الكونتاكشن تاني. لان كمية الريسبتور اللي هتبقى كبيرة الكمية قليلة، غير لو كله فاضي هشتغل على كل الريسبتور. يبقى عيلة المايسينا جيمز عندها ضعف او وهم في العضلات بيحصل بعد يجيب الاكتيفيتي. مشكلتها في ايه؟ مشكلتها في النيو ماسكولار جنكشن، عندها مشكلة في الترانسميشن في الاخر، يحصل لها ايه في الاخر؟ يحصل لها ماسل فاتيج افتر ريبيتد ستيموليشن او افتر ريبيتيشن اوف موفمنت. يعني عيلة المايسينا دي مثلا تقوم الصبح زي الفل تقعد تشتغل كده وتروح الكليه وتيجي على الظهر نفسها مش قادره تتحرك. لو قلت لها مثلا حرك ايدك من 1 ل 100 انا اقدر من 1 ل 100، هي تعمل 1 2 3 خلاص مش قادره تتحرك. ايه حصل بقى؟ كميه الريسبتور ده شغال عليها كميه قليله مش هتشتغل معاها قوي، يا دوب شويه استايل كل مسكوا فيهم خلاص ما عادش في ريسبتور ثانيه متاحه للاستايل كل الجديد اللي هيطلع. حد فاهم حاجه؟ انا قافل معظم الريسبتور بمين؟ بالانتي بودي. حد فاهم ان في منافسه؟ الانتي بودي قافله معظم الريسبتور فالكميه اللي انا بكتبها كميه قليله، فلو مسك فيها شويه استايل بين قفلها اجي اعمل استيميشن تاني مفيش ريسبتور تاني مقفوله كلها. حد فاهم حاجه؟ فهتشتغل شويه صغيره. يبقى كلمه مايسينيا جيمز عباره عن ايه؟ عباره عن ديس اوردر في الترانسميشن حصلت فين؟ النيو ماسكولار جنكشن. المشكله مش في المصل، المشكله في الوسط ما بين النيرف والمصل، بس تاثيرها كان على العضله على طول. ديس اوردر اوف ترانسميشن النيو ماسكولار جنكشن بيحصل فيها ايه؟ بيحصل فيها ايزي بريتيجابيلتي افتر ريبيتد موفمنت او ريبيتد استيميشن. بعد ما جيت الاكتيفيت العضله تبدا تقف عشان معظم الريسبت مقفوله عشان في كومبيتيشن ما بين الاستايل تو والانتي بودي. يبقى الديفينيشن عباره عن ايه؟ عباره عن ديسوردر اوف ترانسميشن ات نيو ماسكولار جنكشن كاركترايزد باي ايزي فاتيجابيلتي افتر ريبيتيشن اوف موفمنت. صعب الكلام ده؟ باللي احنا قلناه في الديفينيشن ده انت تقدر تقول لي يعني انا هشخص عيال المايسينيا جيمز عن طريق ان انا حد مثلا بيصحى الصبح كويس ولا اخر يوم بيتعب، عكس ما انا خدناه اسمه انكلوزنج سبوندلس كان بيصحى الصبح عنده ريجيديتي في الفيتيبر الكلى من مسار الحرارة وكان بالموفمنت بيتحسن صح؟ او روماتويد كان بيقوم الصبح عنده مورنينج ستيفنس ومش قادر يتحرك ويتحسن، لكن دي لا بتقوم الصبح كويسه زي الفل على اخر يوم بيتعب بعد الريبيتيشن. او بالديفينيشن تقول انا ممكن اعمل كلينيكال تيست لو انا شاكك في حد عنده مايسينيا، حد قال لي يا دكتور انا بتعب كتير ومش عارف ايه، اقدر اقول له طب حرم كده كده من 1 ل 100، 1 2 3 انت عملت حرم كده وهو 3 4 وقف يبقى ده عنده مايسينيا. كلينيكال لكن لسه هعمل انفستيجيشن من ضمنها ان ممكن ادور على الانتي بودي ده اللي بيدمر مين؟ الاستايل كولين ريسبتور اسمه استايل كولين ريسبتور وانتي بودي. بلاقيه بوزيتيف في حوالي 90% من الحالات. حد فاهم؟ اقول لي انت طب اتكلم كده قول من 1 ل 100 بس، طب ما الكلام ده مش شبه البرمجه في مصر صح؟ انا عندي من 1 ل 100 عادي ده من 1 ل 10 وبعد كده ما يقدرش كده. حد فاهم؟ اقول له مثلا سلم عليا وشد ايدك كده، انا مسلم جامد هو شد هو يفضل شويه ما يقدرش يسيب بعد شويه. حد فاهم؟ اقول له طب بص مثلا على اللمبه دي يفضل مركز عليها، انت مشغل اوكو للمصر انت بص عليه كتير هو شويه وبعد يحصل له بص العضله مش شغاله. ليه؟ يعني بيحصل له فاتيج افتر ريبيتيشن. يبقى ديفينشن عباره عن ايه تاني؟ Disorder of transmission at new muscular junction characterized by easy fatigability after repetition. طب الاتيولوجي بتاعها حصل ازاي؟ احنا قلنا في كذا سيروس. اول سيرو قالوا ان غالبا ممكن اللي عنده كم واحد قالوا عنده لوير ليفل اوف استايل كولين. ان كميه الاستايل كولين اللي بتطلع عنده كميه قليله. يعني جت ابا طلع شويه استايل كولين عنده ستيموليشن. وبعدين ابا طلع شويه استايل كولين كمان فبدا كميه الاستايل كولين تقل. فبعد الامبالس اللي هتيجي بعد كده مش هيلاقي استايل كولين يطلع. فمش هيحصل اكتيفيشن. حد فاهم؟ بس دي نظريه قديمه قالوا زمان كده، قالوا ان غالبا كميه الاستايل كولين قليله، الستورز الموجوده عندي مش كتير،
فمع كل امبلس طلع شويه طلع شويه بدا يقل اول ستايل كوين، فبعد كده بيجي امبلس من غير ما ينفع ستايل كوين، فما عادش في ستيميوليشن للمصري، اشتغل شويه وبعد كده تهرب، عندي شويه بنزين في العربيه صغيرين هيمشوا شارع وبعد كده اقف. ده اللي حصل. يبقى هو النظريه قالوا ان عنده ستايل كوين بس دي نظريه. النظريه الثانيه قالوا ايه؟ قالوا غالبا ممكن يكون عنده هاي ليفل اوف كولين ستريس. الكولين ستريس ده اللي بيكسر الستايل كوين. المفروض ان احنا بنعمله الاستايل كوين ده بنعمله ايه؟ ابديت عشان نخزنه تاني ونطلعه في امبلس ثانيه، وجزء منه بيتكسر يعني المفروض ما يقعدش كتير، لازم يبقى ايه ابديت عشان ما يتكسرش. لو واحد عنده هاي ليفل اوف كولين ستريس هيكسر معظم الستايل كوين. فالكميه اللي هيعمل يحصل لها هي ابديت هتبقى كميه قليله، فالستوز عنده قليل مع الامبلس اللي بعدها طلع لشويه القليلين دول عملوا برضه اكتيفيشن بس اتكسر معظمهم بالكريستيز الكتير، فحصل اكتيفيشن كميه قليله قوي، فبعد شويه لما تيجي امبلس ما تلاقيش اصدقائي الكل، فما عادش بيحصل اكتيفيشن. نظريه لوجيك برضه بس قديمه شويه. رقم اثنين قالوا ممكن يكون عنده هاي ليفل اوف كولين ستريس. حتى احنا من ضمن الطرق اللي بنعالج بيها ان احنا بندي حاجه اسمها انتي كولين ستريس. لما بقفل الكولين ستريس ده بدي فرصه ان الاستايل كولين يزيد، فلما يزيد يبدا يعني يتحسن. فالنظريه دي برضه اكسبت. يبقى رقم واحد ان عنده لو ليفلز اوف ستايل كولين، رقم اثنين ان عنده هاي ليفل من العكس بقى العدو بتاعه كولين ستريس. لكن النظريات اللي كومن دلوقتي ان العيان ده قلنا عنده مشكله اوتو اميون، ايه اللي بيحصل في اوتو اميون؟ كذا حاجه، حاجه من اثنين، يا اما عنده اسيتيل كولين ريسبتور انتي بودي، يا اما عنده حاجه اسمها ساينس او ساينيك ديسفانكشن. رقم واحد اسيتيل كولين ريسبتور انتي بودي، احنا قلنا ان ده الموتو اميون بليت او نيو ماسكولار جانكشن، المفروض دي الريسبتور بتاعته على المصر. المفروض ان انا سايب الريسبتور دي فاضيه، الطبيعي فينا كلنا ان الريسبتور كلها فاضيه مستنيه من الاستايل كولين. فالاستايل كولين لما يطلع هيشتغل على كل الريسبتور بتاعته. في المره الاولى عامل استيميشن شويه، والمره الثانيه شويه تانيين، في مصر عمال شغاله معايا الفرصه قدامه كتير انه يشتغل على كذا ريسبتور. العيال اللي عنده انتي بودي اسمها اسيتايل كولين ريسبتور انتي بودي، بتعمل الانتي بودي بتمسك في معظم مين؟ الريسبتور بتاعت الاستايل كولين، اصبح الكميه المتاحه للاستايل كولين قليله جدا، فلو عمل اكتيفيشن ما مش هيعمل الثانيه فيحصل بديل افتر ريبيتيشن اوف حد ثاني. غير عالم مايوباسي، عالم مايوباسي عنده مصل فايبر قليله، بدل ما يكون عنده مثلا زي مثلا دي عضله مثلا البايسبس كانت مثلا 100 مصل فايبر، حصل لها ديجنريشن بقت 10 مصل فايبر، فالعيان بقى عنده ويكنس طول الوقت، بس بيحصل لها اكتيفيشن كل مره. لكن انا المصل حلوه بس المشكله في مين؟ في الريسبتور دي، ان معظمها مقفول، ان في كومبيتيشن ما بين الاستايل كولين والعدو بتاع الاستايل كولين انتي بودي اللي يدير نفسه على الريسبتور، فمين اللي غلب في العيان ده؟ اللي انتصر هو الانتي بودي، مسك في معظم الريسبتور فما سابش مكان للاستايل كولين، فما لقاش مكان يعمل له اكتيفيشن، فبدا يحصل له بطيء افضل. يبقى رقم واحد عنده ايه؟ قلت رقم واحد عنده استايل كولين ريسبتور انتي بودي. ايه الدليل؟ عرفنا ازاي ان عنده استايل كولين ريسبتور انتي بودي؟ طالما العيان ده احنا قلنا عنده استايل كويسب يبقى خلاص ده مرض اوتو اميون. يبقى انا ليه مرض اوتو اميون قلت رقم واحد؟ عشان عنده استايل كويسب ريسبتور انتي بودي بوزيتيف في حوالي 90% من الحالات. لو خدت سيرم عينه من الدم هلاقي الانتي بودي موجود في معظم 90%. رقم اثنين كمان مرض اوتو اميون عشان كمان بيحصل اكتر في اليانج او الميدل ايج ديتمين، واحنا معظم الامراض اللي بتيجي في الميدل ايج فعلا اوتو اميون. رقم ثلاثه اللي بيحقق المثال دي كمان ان العيان ده بيدي جود ريسبونس للكورتيزون والازاثرمين، مش دي اميونو سبريسيف دراج؟ يبقى انا لما هبطل الانتي بودي العيان اتحسن، يعني فعلا المشكله اوتو اميون. عشان كده هي احدث نظريه او اكتر نظريه اكسبتد هي الاوتو اميون. ليه؟ عشان ثلاث حاجات دول. اوتو اميون عشان فعلا في انتي بودي بوزيتيف خلاص، يبقى ايه اللي جاب النورمال فينا ما عندناش انتي بودي ده؟ طالما هو موجود يبقى القصه اوتو اميون. رقم اثنين جاي في اليانج او غير اللي انت فينا. رقم ثلاثه موضوع مات الكورتيزون او الاسوبين عام فعلا بيتحسن. حد فاهم حاجه؟ طيب يبقى رقم واحد قلنا اول حاجه حصلت زي الترولوجي، قلنا رقم واحد اوتو اميون صح ولا لا؟ حصل ازاي الاوتو اميون؟ قلنا عندهم برودكشن زيرز برودكشن اوف اسيتايل كولين ريسبتور انتي بودي صح ولا لا؟ تعمل انتي بودي تمسك مكان الاستايل كولين او تعمل ديستراكشن للريسبتور بتاعك. الدليل قلنا ان الاستايل كولين ريسبتور ده بوست في حوالي 90% اوف بيشنت سيرم صح ولا لا؟ وكمان بيستجيب لمين؟ قلنا بيستجيب للاميونو سبريسور بتاع كولين ريسبتور. رقم اثنين احنا قلنا اوتو اميون قد يكون مشكله اوتو اميون ان في انتي بودي، وقد يكون مشكله ان في عنده سايبنج ديسفانكشن. احنا كان عندنا غده اسمها سايمس جلان كانت موجوده في الميدياستانم انتيو ميدياستانم. السايمس جلان هي موجوده فينا دلوقتي؟ لا، المفروض هي موجوده لحد سن معين عشان كان لها دور في الاميون سيستم. من ضمن الليمفويد تيشو زي مثلا التونسل كده موجوده لسن معين عشان تكون المناعه. فالسايمس دي كانت موجوده ورا الاسترنم كده لحد سن مثلا 10 15 سنه، وبعد كده يحصل لها ظبطت المناعه بتاعتك خلاص مشي قد الدور ومشي.
المفروض يبقى السايمس كان وظيفتها ايه؟ السايمس دي اللي كانت بتريجريت اللي كانت بتشتغل بتنظم شغل الليمفوسايت. فبيطلع منها ليمفوسايت طبيعيه نورمال. الليمفوسايت المفروض كان بتروح السايمس كان تتعلم جواها ازاي تتعرف على الانتجن بتاع الجسم. تعرف ان ده جسمي ده انتجن بتاع جسمنا ما تهاجموش. وبالتالي خلاص بقت عارفه كل الانتجن بتاعتي فلما يجي الاورجانيزم تطلع له انتي بودي. ودي المدرسه اللي بنعلم فيها الليمفوسايت تعرف ازاي الانتجن بتاعتنا عشان بعد كده ما تغلطش فيه. لو واحد عنده ابنورماليتي في السايمس جان، عنده تيومر، عنده هايبرجليزيا في السايمس جان، عنده سايمن ديسفانكشن، مشكله في السايمس جان، اصبحت بتطلع ابنورمال ليمفوسايت. ليمفوسايت مش متعلمه، مش عارفه الانتجن بتاعتها، فتطلع انتي بودي من ضمنها انتي بودي هاجم مين؟ النيو ماسكولار جانكشن او نورمال هاجم ريسبتور بتاعت استايكول. حد فاهم حاجه؟ المدرسه اللي اتعلمت فيها كانت مدرسه بايظه طلعت ابنورمال ليمفوسايت، لكن لو كانت طبيعيه السايمس كانت طلعت ليمفوسايت طبيعيه. بس ده عيان تشخيصه اسهل بكتير. اللي عنده انتي بودي بس ما كانش عبان عليه حاجه كلينيكال غير معين بيتعب بسرعه، ولما انت جت دماغك على المايسينيا جيمز دي عنده انتي بودي. لكن الثاني ده السايمن ديسفانكشن كان جاي متاثر السايمس عنده كبير. هتقول لي طب انا عرفت ازاي؟ يعني هي باينه. اقول لك لما يكون عنده سايمس هايبرجليزيا وتكون كبيره بتعمل كومبريشن على الحاجات اللي ورا، صح؟ تعمل حاجه اسمها ميدياستانر سنوم. عندها مثلا يشتكي من ديزنيا، يشتكي من كف، عمال تضغط على كل حاجه. فلما تشتري عيان بيتعب بسرعه ومعاه بريشر مانيفستيشن بتاعت المدرسه صندوق، يبقى انت كده معاك حاجتين اهو، حاجه باينه في المصر في ويكنس بعد الاكسرسايز، وكمان في ميدياستانر سندروم او بريشر مانيفستيشن. مجرد ما تعمل سي تي او اكس راي لقيت عنده سايمس انلارجمنت، على طول شلت السايمس اللي عنده. شلت السايمس ما عادش بتطلع الليمفوسايت او نورمال، واستخدمت شويه ايمونوسبريسنت خف العيان بقى زي الفل، وخف من حاجتين، خف من مايسينيا جيمز اللي عمال تضغط في المصري، وخف من الاستيلم من الصندوق اللي عامله بريشر من الاستيشن كاف وديزني. الاثنين خفوا مع بعض. حد فاهم حاجه؟ لكن الاولاني ده ما كانش باين عليه حاجه. فالتاني ده بيفرحني اكتر لما بلاقي عنده سايمس هايبربليزيا، ده بيفرح. او سايمس ديسفانكشن ليه؟ تشخيصه سهل وبيتعالج من حاجتين في نفس الوقت. يبقى الاتيولوجي بتاعها عامل ازاي؟ قلنا هو كان واحد ممكن يكون عنده لو ليفل اوف استايكولين او عنده هاي ليفل اوف مين؟ كوليسترول. بس دي كلها نظريات قديمه. هو الكلام الجديد ان المشكله اوتوميون، حاجه من الاثنين اوتوميون. ده ايه؟ رقم واحد عنده اسيتايل كولين ريسبتور انتي بودي، رقم اثنين عنده سايمك ديسفانكشن. اسيتايل كولين ريسبتور انتي بودي ولا اقول فيها؟ قلنا ازاي يحصل برودكشن اوف ابنور اوف اسيتايل كولين ريسبتور انتي بودي تؤدي الى ليدنج تو ديستراكشن اوف اسيتايل كولين ريسبتور ات مولتي ليدنج. عنده ايه؟ سهله. اسيتايل كولين انتي بودي بتعمل ديستانكشن اسيتايل كولين ريسبتور في مولتي ليدنج. بوزيتيف في حوالي ايه؟ قلنا بوزيتيف في 90% اوف بيشنت سيرو، صح ولا لا؟ رقم اثنين قلنا سايمك ديسفانكشن. هي طبيعه السايمس كانت بتعمل ايه؟ كان لها دور مهم في الميو سيستم، بتعلم الليمفوسايت ازاي تتعرف على الانتجن. لو باظت يحصل ديستربنس في الميو سيستم، فاصبح الليمفوسايت اللي طالعه ابنورمال فتصنع عندي، صح؟ يبقى سايمك ديسفانكشن بقول نورمالي سايمس جيلان بارتيسيبيت ان اميون ريسبونس. لها دور مهم في الاميون ريسبونس. لما يحصل سايمك ديسفانكشن يحصل البرودكشن اوف ليمفوسايت ابنورمال ليمفوسايت، وبالتالي ابنورمال انتي بودي اجينست اسيتايل كولين ريسبتورز. حد فاهم حاجه؟ وممكن يكون معاه مين كمان؟ اسوشيتد ببريشر مانيفستيشن او ميدياستايلر سندروم زي الضغط زي الديزني. يبقى انا قلت حاجتين لحد دلوقتي هما ديفينيشن وايستولوجي. قلنا هو طبعا يعني ماشينا جيفز. يا ريت الحصه اللي كلها ببساطه ومحفظه قبل ما نمشي عشان اليوم ده سهل ولذيذ جدا. قلنا رقم واحد ديفينشن عباره عن ايه؟ Disorder of transmission at new muscular junction characterized by disinvestigability of skeletal muscle after repetition of movement. بيتعب من المجهود، مش تعبان طول الوقت. طب الايتيولوجي ممكن الاستايل يكون قليل وكل الاستايل زعل، بس سيبك من دول. خلينا في المهم اوتو اميون. يعني ايه؟ رقم واحد عنده استايل كولين ريسبتور انتي بودي بتتنافس مع استايل كولين. قلنا زي ريزن برودكشن اوف استايل كولين ريسبتور انتي بودي ليدنج تو ديستركشن اوف اسيتايل كولين ريسبتور ات ذا مونتون اند بيت او نيو ماسكولار. قلنا بوزيتيف انسنت من افيشنسي. رقم اثنين سايمك ديسفانكشن. قلنا نورمالي سايمس جراند بارتيسيبيت ان اميون ريسبونس، كان لها دور في الاميون سيستم بتاعنا. لما يحصل سايمس ديسفانكشن يحصل ايه؟ يطلع اب نورمال ليمفوسايت، وبالتالي اب نورمال انتي بودي اجينست اسيتايل كولين ريسبتور. صعب الكلام ده؟ صعب. طب ايه الكلين ديبكشن؟ اللي عندها هيشتكي من ايه؟ احنا لسه قايلين اللي في كومبينيشن ما بين الاستايل كولين والانتي بودي. الانتي بودي هو اللي انتصر دلوقتي. هو الوقت الانتي بودي اللي انتصر. انت دورك انك تخلي الاستايل كولين هو اللي ينتصر بعد شويه، صح؟ تقدر تخلي الاستايل كولين ينتصر؟ اه. تدي مثلا امينو سبيس دايت فتوقع مين؟ الانتي بودي. او تدي انتي كولين ستيز فتسيب الاستايل كولين من غير تكسير فينتصر هو على مين؟
يعني الموضوع سهل ان هو عنده استير كوين قليل او عنده انتي بودي واخد معظم ريسبتور، فانا المفروض اعلى الاستير كوين ده يدي انتي بودي ستريس اوقف اللي بيكسره يوقف الانتي بودي. حاجه من الاثنين اللي عنده هيشتكي من كمين كبيرشة وطموح للمرض ده قلت ومين يعني هو بيجي في الميل ولا في الميل؟ المرض اللي يرجي في الميل او الميل اللي يجي في الميل صح؟ رقم واحد. رقم اثنين المرض ده هو له موت اليوم ولا هو موت اليوم؟ المفروض ان الانتيه هو من السيل وانت ماشي لحد المصل من هنا الانتيه هو للمصل دي اسمها اللي هو موت اليوم. هنفر الحاجات دي عنده او انتوا خدتوها في سنه ثانيه الجدول اللي هو الفرق ما بين الابر واللور ده كان عنده اللي هو موت اليوم يعني مشكله في الحته اللي تحت من الجهاز العصبي. عنده اللي هو مونتور يعني عنده ايه؟ الناس كلها عارفه ان عنده اللي هو مونتور نيوجن يعني المفروض يبقى عنده هاي بوتونيا ويبقى عنده هاي بوفليكسيا ومصل وسط. ان كلمه اللي هو مونتور بنقول معاها هاي بوتونيا هاي بوفليكسيا ومصل وسط كل حاجه قلب. بس ده رغم ان اللي هو مونتور نيوجن انا قلت اللي هو مونتور يبقى المونتور ولا سنسور هو مين اللي مونتور مش سنسور خالص. اللي عنده مشكلته مونتور نيوجن مشكلته في الحركه لان بيتعب بعد المجهود بس ما فيش مشكله سنسور. لو قال لك ان عندي حته مش بحس فيها يبقى ده مش مالسينيا نيفس. حد فاهم؟ يعني في عيان مثلا يقول لك ساعات في الجيس كده ان عيان جاله فيفر وبعدها بثلاث اسابيع جاله موتور اند سنسوري ديفكت. كان عنده فيفر وبعدها موتور سنسوري مش مالسينيا نيفس. اصل الموتور سنسوري مش مالسينيا نيفس بس واحد عنده فيفر وبعدها بشويه جاله موتور سنسوري ده حاجه اسمها جامبا يوسون دول. ان واحد جاله فيفر جاله انفكشن زي ما قلنا قبل كده وبعد ما جاله الانفكشن بدا جسمه يكون انتي بودي ضد النيرفات دي احسن موتور سنسور. لان النيرف احنا عارفين النيرف عباره عن موتور فايبر وسنسور فايبر وترومبيك فايبر. الجيان بعيد بيضرب النيرف نفسه فيأثر على الموتور والسنسور فايبر. لكن انا بتكلم عن موتور اللي بيته مصر المشكله بس فقط كل الموتور دي لو موتور يو انفكشن انت متوقع ان يكون في هايبوفليكسيا ومصل ويستين صح؟ بس هنا لا في هايبوفليكسيا ولا في مصل ويستين. هتقولي ازاي مش المصل ضعيفه؟ المصل يا اسلام بيحصل لها ويكنس من الاول ولا بعد ريبيتيشن اوف موفمنت؟ انت لما بتيجي تعمل ريفلكس بتقعد تخبط كذا مره هعمل مثلا نيه ريفلكس هخبط مره واحده هعمل بايسس بخبط خبطه واحده يحصل كونتاكشن في المصل صح؟ خبطت كده حصل كونتاكشن بس وبمشي على كده. العيال الوقت كان قاعد يا لاسن وزي الفول وفي شويه اسخان ويكنس خزيني جيت عملت ريفلكس اول مره هقدر اشتغل. فريفلكس نورمال عنده نورمال ريفلكس يعني. لكن انا لو قررت ريفلكس هعمل ايه؟ هعمل ديفليشن للستايل كوين ده او هجيب له الباتيك فهيحصل هايبر ريفلكس. بس احنا نورمال بنعمل الريفلكس مره واحده مش بنكررها مش بنقعد نعمل كذا مره. تعمل مره واحده فانت المره اللي هتعمل فيها عند نورمال ريفلكس يعني. حد فاهم؟ يبقى رغم ان هو موتور رقم واحد رغم ان هو موتور لكن عنده نورمال ريفلكسز مفيش هايبر ريفلكس. رقم اثنين مفيش مصل ويستنج. بيحصل مصل ويستنج عاده في الامواد اللي بتخلي العضله ما بتتحركش. العيان ده المضر عنده المصري عنده شغاله ولا مش شغاله؟ شغاله فمش هيحصل لها اسطوفي ولا ريسيوس ويستنج ولا ولا العضله شغاله بس بتتعب مع المجهود يعني بتشتغل اقل شويه بما تدي كونتاكشن دي ممكن تجوز 10 مرات. طالما العضله شغاله يبقى فيها توك كويس يبقى مش هيحصل لها مصري ويستنج. حد فاهم؟ يبقى رقم واحد المرض ده اللي هو موتور نيورون ليجن. وعشان هو اللي هو موتور نيورون احنا متوقعين حاجات بس هنبقى فيها ايه هو؟ قلنا رقم واحد هو موتور نيورون فهو اولا بيقول لي موتور ديزيز وبيجي في الميدل ايج في الميدل 2 ام بيقول موتور ميدل ايج. بس في حاجتين نو ايه هي؟ نو مصل ويستنج صح؟ نو هايبو ريفلكسيا مفيش هايبو ريفلكسيا عشان بعمل ريفلكس مره واحده مفيش مصل ويستنج قلنا عشان العضله شغاله مش واقفه العضله شغاله غير الميو. بس مثلا كان عنده ريجنريشن في المصل فايبر عدد الفايبر غير فممكن يحصل اكتر يعني. طيب العيال ده بيحصل ايه كمان؟ خلاص قلنا بيحصل له فاتيك افتر ريبيتيشن اوف موفمنت. يعني هل اي حد يجي يقول انا عندي فاتيك خلاص بقى عنده مصر عنده مايسينيا جيبس؟ مايسينيا جيبس مرض نادر جدا عشان تقعد تدور عليه انت عاوز تقعد تعمل انفستيجيشن وتتاكد من عنده قليل شويه. لكن المفروض ان انا لو هفكر بالفاتيك دي استبعد الاول الحاجات الكومن. هو جاي فاتيك بس في حاجات كومن اكتر تعمل فاتيك. يعني ممكن يجيس يقول لك في ميل بيشنت كامينج تو هوسبيتال ويز كرونيك فاتيك افتر اكسرسايز. ما هو طبيعي اللي عنده فاتيك بيتعب مع المجهود برضه صح ولا لا؟ ما هو مش اي واحد بيتعب بالمجهود يبقى عنده مايسينيا جيبس. طب ما انت بتتعب بالمجهود صح ولا كلنا؟ فلما يقول لي عنده فاتيك بعد الاكسرسايز ده ماما كيس كده قال له واتس يو ريكومندد انفستيجيشن. واحده بتتعب بالمجهود الناس كلها قالت خلاص هو مايسينيا جيبس. لا المفروض افكر في الحاجات الكومن وبعد كده الاكتمال. دي حاجه عن سبب مايسينيا جيبس. ايه الحاجات اللي تعمل ايه الكومن اللي تعمل فاتيك؟ رقم واحد واحد عنده ليفر سيل فيلر صح؟ رقم اثنين واحد عنده رينال فيلر. رقم ثلاثة الأنيميا ما بتعملش فاتيك واحنا عنده أنيميا صح؟ ما بتعملش. رقم أربعة الهايبوثايرويديزم
مفيش ميتابوليزم صح ولا لا؟ مفيش ميتابوليزم، مفيش ايه اللي بيطلع المصل يعمل برضه بسيط، يبقى طموح الليبر السيتيريا بيعمل بسيط، ومين الفيلير والهايبوسيروليزم والايه والانيميا. الاديسون ديز بيعمل باتيك ولا لا؟ ده كان بيعمل استينيا لو حد فاكر، لو السيفير مصر ويب السيفير باتيك، ما هو ده برضه هيتعب بالمجهود، هو تعبان. لو قلت له طب اطلع السلم وانزل المنطقه هيطلع نص سلم ويقف، هتقول ما يسيني جيبس؟ لا. يبقى المفروض النورمال كاستراتيجي في المانجمنت ان انا لو عاوز اشخص ما يسيني جيب، انت يا سيدي فكرت انها ما يسيني وعاوز تثبت انها ما يسيني، اقول لك اعمل دول الاول، ده الطريق انك تثبت انها ما يسيني، لان لما دول كلهم يطلع نورمال خلاص هو بقى فعلا ما يسيني، لكن طلع ديفكت دول مش ما يسيني. حد فاهم حاجه؟ يبقى الاليسون كمان بيعمل او الالكترولايت ستيربنس. مش احنا قلنا في حاجات مطلوبه عشان الانتجريتي اوف مصر صح؟ عشان مصر تبقى شغاله كويس زي البوتاسيوم والصوديوم، لو حصل فيهم خلل هيعمل كده. يبقى لو قال لك في مين عندها فاتيج، واتس يو كومين انفستيجيشن زي ما سال قبل كده، هقول له الكومين انفستيجيشن لو طموحها اعتبرها ممكن تكون ليبر سيفيريم، اعمل ليبر فانكشن تيست، وافحص العيان عن جونس عند وسايتس. او لو قلت لها اعتبرها هنا سيريم واعمل ايه؟ سيريم كريات ويا وسيريم يوريا اللي هي هنا فانكشن تيست، يوريا وكريات، هلال كريات عالي ويا عالي يبقى هنا كريات. او كم ثلاثه عندنا انيميا، اعتبرها انيميا اعمل له سي بي سي، ارفيس ويلا ممكن يكون اعتبرها هايبوسيريديز بعمل ايه؟ فري ولا توتال؟ 3 تي سي و 3 تي 4 و مش فاكر حاجه، اس اتش. اعتبرها اديسون بيز اعمله ايه؟ اشوف الكورتيزون ليفل والاي سي تي اتش صح ولا لا؟ مش الدكتور اديسون عنده كورتيزون قليل اس اتش عالي صح؟ لو كان فاهم. اعتبرها الكتريب ديستي بس اشوف السيرم بوتاسيوم والسيرم صوديوم. الحاجات دي مهمه مهمه عشان اثبت انها اديسون. هو لو ده كل اللي طلع منهم تعالى بقى نفكر في ايه؟ في المايسينيوم. طيب انا قلت ايه الكلينيكال بيكشر؟ قلت لو طموح المرضى او فلو اوف موتور نيورون نيتشر، وكلمه فلو اوف موتور بالام خدت منها حاجتين، انه بيورلي موتور وبين الاج توين، بس قلت في حاجتين مختلفين عن اللو اوف موتور، انه ما عندوش مصل ويستنج ولا عنده مين هاي بوتنس. طب رقم اثنين، العيال اللي بيحصل لها مصل باتيك افتر ريبيتيشن اوف موفمنت، لما تعمل اكسرسايز كذا مره تكرر الموفمنت كذا مره هيحصل لها باتيك. ليه؟ لما تكرر حركه كذا مره هيحصل ايه؟ بيحصل ديبريشن للنيورون ترانسميتر، ما عادش عارف يشتغل، معظم الريسبت المقفوله بيحصل لها فاتيج. هيحصل فاتيج ازاي؟ هيحصل فاتيج الاول في العضلات اللي بتشتغل كتير. مين هي العضلات اللي بتشتغل كتير؟ رقم واحد احنا عندنا الاي ماسل صح؟ عندنا عينينا كده لما نبص احنا طول الوقت مفتحين، ما تزور مثلا وانت مفتح الليد ده بتكتب لفوق، عندك جرافيتي لفوق صح؟ ما هو طول ما هو لفوق كده ما انت هو شغال، وانت في نفس الوقت عمال تهمش كل شويه، مش دي كلها كونتكشن؟ يبقى هو طول الوقت مفتوح عمال تهمش، دي اكتر عضله شغاله، انت ممكن تكون قاعد كده بس مفتح وبتهمش صح ولا لا؟ يبقى لو يحصل لك باتيك هيبان في العضلات اللي شغاله اكتر، اللي شغال اكتر ده ايه اول عضله هيبان فيها الباتيك؟ ما احنا هنا بيحصل افتر ريبيتيشن، فدي اول عضله فيها ريبيتيشن اوف موفمنت. يبقى رقم واحد يحصل لها باتيك افتر ريبيتيشن يبان اول حاجه فين؟ رقم واحد يبان في العين كده صح؟ العيال يحصل لها ايه؟ قلنا رقم واحد يحصل لها توزس، على مستوى العين يحصل لها رقم واحد يبان على الاوكيولار ماسل يحصل لها توزس او ديبلوبيا او اوفسالموبليجيا، اهم حاجه انا عاوز كلمه توزس. رقم اثنين، احنا عندنا الماسل بتاعت الجو بتاعت المندل، احنا طول الوقت قافلين بقنا صح؟ الا لو واحد بقى عنده ابسي فده فتح بقه مالناش دعوه بيه. نتكلم عن نورمال بيرسون انه انت طول الوقت قافل بقك صح ولا لا؟ انا لما اكون قافل بقي كده الجو ده مقفول اجينست جرافتي ولا لا؟ ما هو لفوق ضد الجاذبيه صح؟ طب لما يحصل يبقى طول الوقت كونتاكت فيحصل يعني طول الوقت كونتاكت يعني في ريبيتيشن اوف موفمنت اهو، فمع الوقت يحصل له فاتيج وهيبان فيه بسرعه، فالعين بقه يبدا يبقى مفتوح ما بيقفلش، يحصل له ماوس از هانج اوبن. حد فاهم؟ يبقى رقم اثنين على مستوى الجو ماسلز ذا ماوس از هانج اوبن يعني بقه بقى مفتوح ما عادش قادر يقفل. طب الكلام ده بعمله ازاي؟ هقول دلوقتي، هقول لعيال مثلا اعمل مجهود كتير، والله مثلا اقول من 1 ل 100 حرك كده معاك من 1 ل 10 عمال يحرك كده بعد شويه يحصل فاتيج، فيبان في العضلات الصغيره دي الاول. رقم واحد يحصل له توز، رقم اثنين يحصل له الماوس هانج اوبن. رقم ثلاثه يحصل ايه كمان؟ نبص على الفيشل ماسل. احنا قلنا الفيشل ماسل برضه عضلات شغاله كتير، انت طول الوقت بتتكلم ومش عارف ايه عمال تحرك العضلات، او الناس اللي بتزعل كتير او بتضحك كتير. بالذات اللي بيضحك كتير، ما هو كل ضحكه دي فيها كونتراكشن في الفيشل ماسل صح؟ العيال دي ممكن تيجي تتفرحها كده لو ضحكت ضحكه زياده يجي لها الاتاك بتاع الماسل، لما ضحكت كتير حصل موفمنت او كونتراكشن في الماسل، فبعد كده يحصل لها ايه؟ فاتيج. فعادة العادي من كتر ما يحصل لها فاتيج في الفيشل ماسل بعد الباتيك ده العضله مش هتتحرك تاني، يعني بعد لو هي جالها الاتاك بتاعت الماسونيه بعدها مش هيبان عليها زعلانه ولا فرحانه، هيبقى عندها حاجه اسمها ماسك فيس او اكسبريشنز ابيرنس، العضله ما عادش شغاله. حد فاهم حاجه؟ يبقى رقم ثلاثه على مستوى الفيشل ماسك يحصل لها اكسبريشنز
ابيرنس او ماسك فيس. ما احنا قلنا قبل كده الحاجات اللي بتعمل ماسك فيس كانوا خمس حاجات حد فاكرهم؟ ماشي يا جيبس وكل يوم بالكتسونس في الانتايم ميكسين وفرماتولوجي وانتو بيبريشن صح؟ قلنا خمس حاجات. يبقى كم واحد على مستوى الاي ام اوكيو لو مصر حصل لها ايه؟ قلنا تولس ديبلوبي اوف سيلمو بريج. على مستوى الجو مصر حصل لها ماسك هانجنج اون. على مستوى الفيشن مصر حصل لها اكسبريشنالس ابيرنس او ماسك فيس. بعد كده نخش على باقي العضلات. المنط ده له ديسندنج مانر يعني بياخد من فوق لتحت غير حاجه اسمها جيان بيري سندروم بياخد من تحت لفوق. وهناك كان في سنسوري افكشن مع الموت هنا بيولي موت وياخد من فوق لتحت. ياخد من فوق لتحت خد التوزس وبعدين الجو ماسل والفيشل وبعدين ينزل لتحت شويه فياخد من البلبر ماسل صح؟ ما احنا طول اليوم نتكلم او نبلع فبنستخدم البلبر ماسل. يبقى لما واحد يتاثر عنده البلبر ماسلز فيحصل له ايه؟ المفروض دي العضلات اللي بنمنع بيها بتساعدنا في البلغ وفي الكلام وكمان بتمنع ميزه الرجل بتمشي. مش انت عندك حاجه اسمها سوفت بلد بيشتغل لفوق يقفل الدوز عشان الاكل ما يطلعش من الدوز. فلما يحصل فيها مزيج في البلبر ماسل مش هيعرف يبلع ولا يتكلم ولا يعرف يقفل فتحه النوز بالسوفت بلد. فيحصل له ايه؟ يحصل له ديسفيجيا ديسابسيا وهيزا للرجل بتمشي. ديسفيجيا مش عارف يبلع تاني خلاص. ديسابسيا يعني مش عادي يتكلم بقى كلامه ملخبط مش فاهم منه حاجه او صوته واطي مش قادر يعني مع هوسنس اوف فويس كمان وكمان نزل ليجل بيتيشن هو هوسنس اوف فويس. احنا عاده بنقول فاتيج زائد هوسنس اوف فويس افكر في ميسين حتى يثبت العكس. عاده العيال كده يقول لك بتعب بسرعه جدا وتلاقي صوته مش قادر يقطع فاتيج وهوسنس. يبقى عنده ايه في البلبا المصري؟ قلت ديسفيجيا ديسابسيا نزل ليجل بيتيشن وهي هوسنس اوف فويس. يبقى حصل ثلاث حاجات اوكي للمصري جو مصر فيش مصر بلبا ريليشن فوق تحت. بعد كده بيتاثر الاستيردر مصر دي. احنا قلنا المره ده بالسندنج مانر فاكيد هيبدا بالابر ليمب الاول اللي هو ليمب ابر ليمب ثم لور ليمب. يبقى كده افكت المصرز الابر ليمب بيفوق مين؟ اللور ليمب. في النهايه بعد ما خلى الابر ليمب عاد شارع يتحرك واللور ليمب عاد شارع يقف يبدا يخش على المصرز بتاعت الترانك كده بالاسبيرتو مصر. لو ضرب بالاسبيرتو مصر يحصل له اسبيرتو ستريس يحصل له اسبيرتو فيليا. ودي حاجه مخيفه بقى اللي ممكن عليه يموت وقتها في الفيليا ما تعالجش او ما تلحقش. المخيف اللي يوصل للاسبيرتو مصر ويعمل الاسبيرتو فيليا دي حاجه بسميها مايسينيك كرايسيس زي الميكسيديما والميكسيديما فوم زي الاليسون الاليسون كرايسيس. دي اخطر حاجه ان حصل مايسينيك كرايسيس يعني سيفير فوم اوف مايسينيك كرايسيس ان حصل سيفير مصر فيتيك وصل للاسبيرتو مصر فالعيال عاوز ميكانيكال فنتيليشن دلوقتي. يبقى قالوا مايسينيا واحده بتصحى كل يوم الصبح زي البطل قامت عملت فطار وعملت شغل البيت وكل حاجه جت على الظهر وجوزها كده بدا يلاحظ ان عينها عمال تنزل لتحت شويه بيحصل لها توزس. بنشوف الموضوع ده كتير بنشوف عيان كده واحده بتقيسلهم الضغط كده او حاجه تلاقي بيحصل له توزس ويرجع تاني هو مش واخد بالنا عن مايسينيا مش متشخص. يبقى كم واحد جت على الظهر بدا يحصل لها شويه توزس بعد شويه ماوس هامينج اوبن بعد كده بدا صوتها يبدا شويه ومش قادره تاكل عندها ديسفيجيا عملت الغداء وما كانتش يعني عندها بلبا مصر افكشن بعد كده مش قادره تعمل شغل البيت بعد كده تنام صحيح خالص في السرير اتقفلت اتقسمت الابر واللور ليمب مصر كلها بعد كده لو ما تعالجتش تقع وهي ماشيه في الشارع وتبقى سينوز بسبب الريسبيرتوري سيستم صح؟ كتير قوي انها ماشي ناس كده ماشيه في الشارع كان في شغلها بتعمل مجهود زياده وقعت جابها المستشفى في الريسبيرتوري سيستم تحطها على ميكانيكال فنتيليشن تقعد معانا يومين ثلاثه بعد ثلاثة اربع ايام نكتشف انها مايسينيا جريفز لازم نعالجها عشان ما عالجناهاش كل شويه تخش في سبايك ستريس. يبقى خلاص دي كلينيكال بيكشر قلنا هيك كلينيكال بيكشر قلنا كم واحد المرض ده اوف لور موتور نيورون نيتشر. يعني ايه لور موتور نيورون نيتشر؟ يعني بيولي موتور رقم واحد ورقم اثنين له حالتين احكي لنا عليهم عكسين عكس اللي هو موتور اللي هو موتور حالتين نو هايبوفليكسيا ونو مصر وسط. بس في حالتين بحرف الايه هو بيولي موتور ديزيز وبيجي في الميدل ايج ديفينيت صح ولا لا؟ وروح حتتين بحرف الدي ايه هو؟ رقم واحد الست دي قامت الصبح زي هوان واخر اليوم تعب صح؟ عشان حاجه اسمها دايورنال فاريشن. يعني ايه دايورنال؟ يعني الموتور باور حلوه ات ذا مورنينج زي ايرلي مورنينج وتبقى سيئه جدا تقوم الصبح قويه وتتعب اكتر منه. عشان كده كنا بنقول اللي اتجوز واحده عندها مايسينيا هيتجوز واحده عندها كومبوزيت او انكلوزنج. ليه؟ ليه هتقوم تعملوا الفطار والغدا وبعد كده تلمسوا دي حتى بتاعت كومبوزيت تكون فائت على الظهر هتعملوا العشاء صح ولا لا؟ ماشي. يبقى رقم واحد عندها حدين بحرف الدي او رقم واحد دايورنال فاريشن او رقم اثنين ديسندنج مانر. ديسندنج مانر يعني المرض ده ماشي من فوق لتحت صح ولا لا؟ بيبدا بالابر ثم هو نازل كده. رقم اثنين دايورنال فاريشن يعني ايه؟ يعني كانت قوية الصبح وتعبت آخر اليوم، يعني الموتور باور از جود ات ذا ايرلي مورنينج اند وورست
at the end of day. صعب الكلام ده ماشي. وجات لسه السنه اللي فاتت كده او عندي ورقه 2011 قال له ست بتتعب في شغلها وبيحصل لها ريزنس وبفيق من كتر الشغل ست دي عامله ايه خلاص بقت مش جيبس. يبقى رقم واحد ده قلنا فيرجن 1 ستيرنج. طب ايه بقى بيحصل لها يعني؟ قلنا بيحصل لها ريبيتد بيحصل لها ماسل فاتيج افتر ريبيتيشن اوف موفمنت. يبان في صوره ايه ماسل فاتيج ده؟ افتر ريبيتيشن هيبان في العضلات اللي شغاله لوحدها كتير زي مين قلنا؟ نبدا اول حاجه شغاله اكتر حاجه رقم واحد الاوكيولار ماسلز. يحصل لها ايه؟ يحصل لها دوزس ديبلوبيا اوف سايتوبريشن. هناخد اوكسايتوبريشن دي اسمه شرط الكيمياء اللي هي الجلوكوز. رقم اثنين يتاثر عندها بعدها مين؟ الجو ماسلز صح ولا لا؟ يبقى رقم اثنين جو ماسلز ذا ماوس از هاندينج اوبن هاندينج اوبن. رقم ثلاثه الفيشيال ماسلز يحصل لها اكسبريشنز افيرنس او ماسك فيس. رقم اربعه البلبر ماسلز صح؟ يحصل لها ديسفيجن ديسالف نيزل ريجربيتيشن و فولسنس اوف فويس. رقم خمسه يبدا يخش عندها الابر لين بيتاثر سلفاتيك في الابر لين بيفوق مين؟ اللور لين واسرع البوكس من مصر اكتر من ديستال. مين العضلات اللي محتاجه نيورو ترانسميتر كتير؟ اكيد البوكس من اكتر من ديستال صح ولا لا؟ قلنا ابر لين سمارت بوكس اكتر من ديستال. بعد كده دل عندها مين بقى اخر حاجه؟ بس بيرتي مصر افريشن حاجه اسمها مايسين كويس صح. مايسين كويس بتبتدي بعد ابن المجهود كتير خصوصا لو تعرضت لستريسفول كونديشن زي مين ستريسفول كونديشن؟ انفكشن سيرجري اي حاجه مع المجهود الزياده يحصل لها مايسينيك فايز بيحصل فيها ريسبيراتوري ماسل افكشن بيؤدي الى ريسبيراتوري ديستريس وريسبيراتوري في ساعتها محتاج اعمل لها في الريست واحطها على الجانيكال فيت. ده كلينيكال بيكشر. طب وبعدين؟ لو انا عاوز اشخص عين عندها مايسينيك فايز اعمل ايه؟ دايجنوز اعمله ازاي؟ اشخص ازاي؟ الموقف ده انت حاسس ممكن يشخص الكلينيكال صح؟ بالشكل كده ده واحده بتتعب بالمجهود يعني ممكن ابقى ادق بالعيال ده فيبان عليه المرض اقول له والله بص اعمل معايا 1 2 3 4 بدا يتعب وانت لا هاتين قصاد بعض خد اتعب مع بعض صح؟ بدا يتعب هو القصه يبقى خلاص ده عنده مارسينيا جيبس فانا ممكن ابين المرض ده كلين كده. يبقى رقم واحد كدايجوز بعمل حاجتين. رقم واحد ممكن اعمل كلينيكال دايجوز. رقم اثنين ممكن اعمل انفستيجيشن. لازم احتاج انفستيجيشن. ليه احتاج انفستيجيشن؟ عشان لما قلت قلنا ممكن الاقي انتي بودي صح؟ عشان مثلا عنده سينوس انلارجمنت ممكن اشوفها بالسي تي ده انفستيجيشن. طب كلينيكال الاول اكيد هعمل كلينيكال دايجنوز قبل الانفستيجيشن بالطبيعي. الكلينيكال هعمل ايه؟ رقم واحد مش اللي عنده بيتعب من ديفينيشن بيحصل له ماسل ويكنس او ماسل فاتيج افضل ريبيتيشن اوف موفمنت فانا هعمل له ريبيتيشن اوف موفمنت هتتابع العيال ده. هقول له اعمل ايه؟ هعمل اندكشن اوف فاتيج هخليه يتعب ازاي؟ باي ريبيتد ستيميوليشن او ريبيتيشن اوف موفمنت. هقول والله اقدم واحد ل 100 معايا انت عديت واحد ل 100 هو اخو 10. هقول له قول معايا من واحد ل 100 انت قلت من واحد وهو قال من واحد لخمسه واقف على كده حد فاهم؟ هقول له بص على اللمبه يفضل مركز عليها او على صباعي كده انت قلت الباص هو شويه ويحصل له صح ولا لا؟ هقول له اتكلم كتير وكل الحاجات دي هعمل حاجه اسمها هاند جيل. هاند جيل بسلم على هاند ده وافضل ماسك عليه واقول له شد على ايدي جامد هو يفضل شويه كده ويسايب لوحده ما عادش شايل اكتر من كده حد فاهم؟ انت المفروض تفضل شايل هو شويه ويسيب حد فاهم؟ لذلك احنا حتى لما بنيجي نعالج بنعمل هاند جيل ده قبل ما ابدي علاج بجرب الهاند جيم بقول شد عليه لي كده اشوف قوه الشد قد ايه كان ضعيف ويسيب بسرعه قد ابدا انتي كوليستريز وبعد ما اديك شويه اقول طب شد عليه اللي بقى احسن اقول له فعلا عم ماشي. يبقى رقم واحد الكلينيك اللي بعمل حاجه اسمها اندكشن اوف فاتيج باي ريبيتيشن اوف موفمنت صح بنتعب العيال شويه صح يعني قول معايا من واحد لكذا اعمل حركات كذا اطلع السلم وانزل امشي على الحيط اتشقلب اي حاجه تبعد عنه. رقم اثنين بعمل حاجه اسمها ووكرز تيست. اسمها ايه؟ ووكرز تيست. ايه الووكرز تيست ده؟ احنا قلنا قبل كده استخدامات جهاز الضغط. هتقول لي بقيت الضغط ده لا ايه استخدامات بتسيس وقت العملي؟ ايه اليوزس اوف سفنكتر؟ حاجات غير اذر زي البلد بريشر. بستخدمه في ايه غير البلد بريشر؟ في التيتاني صح؟ او في الناس اللي عندها بونز ديز برضه كان عندها تيتاني صح؟ جهاز الضغط وبنستخدمه كمان في مين؟ في حاجه اسمها كافيلر في الجلد تيست صح انا مش عارف دلوقتي مش هتسلم الكوش ومش عارف في البيبر وكمان بستخدمه في المايسينيا جيبس حاجه اسمها ووكر تيست. ايه الووكر تيست؟ هو تيست غريب شويه بنجيب جهاز الضغط ونبدا نرفع البلد بريشر فوق سيستول. انا كده قافل على جزء من مصر وعامل لها فاتيج صح؟ ازاي يبقى كاني بعمل ريفيشن اوف بوم مش انا بقيس لحد الضغط لو طولت يقول لك ايدي كلها وانت عضلات تعبت مش قادر اتحرك صح ما بيستحملش فانت هترفع فوق سيستول تفضل مستني شويه بعد شويه ده انا بدا يحصل له فاتيج. احنا قلنا الفاتيج اول ما يبان في العضلات انهي؟ بتشتغل كتير يبان في مصر بيحصل له كوز
غير ان اللب ده هيحصل له بديك برضه، حد فاهم؟ يبقى اللب ده هيضعف كمان المصري دي هيحصل لها دروس. يبقى رقم واحد بعمل حاجه اسمها اندكشن اوف فاتيك، رقم اثنين حاجه اسمها ووكر بتس، بعمله زي الووكر. قلنا ابلاي سبيجنو مانوميتر كاب كومبيشن تهاك، وبعدين رايز ذا بريشر اباف ستور، وبعدين يحصل له عند بعد شويه هيحصل له تورزس افتر اوزن 10 سكند. في خلال بالظبط 10 ثواني يكون حصل له تورزس. رفعت الضغط بسيط على العين حصل له تورزس. كتير قوي ناس بتبقى مش قاصدين نعمل لها تيست الميسيميا، واحد بيبقى تعبان لاي سبب بيبقى عندي عنده هايبوتنشن ومش عارف ايه تعبان كده، فنقول والله قيس الضغط يمكن هايبوتنشن، تيجي تقيس لها الضغط مش هبومه، بس وانت بتقيس بتلاحظ بيحصل له تورزس. ياما شفناها كتير ساعات العيال ما تقولوش ليه؟ انا ساعات نساله انت تتعب في المجهود يا حبيبي، والله لا انا عادي يعني لسه ما عنده مريض، فخلاص بنسيبه عادي مش مشكله طول ما هو عايش معاه، طول ما هو لسه مش كومبليكيتد بحاجات يعني سيبيه بقى، ما اعرف ان في بينه وبين نفسه حاجات كده الحمد لله. يبقى رقم واحد بعمل حاجه اسمها اندكشن اوف فاتيج، رقم اثنين حاجه اسمها ووكر تيست، رقم ثلاثه اثنين انا بعمل كلينيكال دايجنوز بالحاجتين دول او فارماكولوجيكال دايجنوز. ازاي فارماكولوجيكال؟ احنا قلنا العيال ده عنده انتي بودي عمال تطلع نظرا في مين؟ تمسك في الاستيركو ريسبتور صح؟ فالاستيركو مش عارف يشتغل. الانتي بودي كميتها اكتر، فانا ممكن اعمل ايه؟ او عنده كوليسترول كتير لو فاكرين صح؟ طب من ضمن السيريوس قلنا ممكن نعمل ايه؟ احنا عاوزين الاستيركو ينتصر، عاوزين الاستيركو يبقى كميته اكتر من الانتي بودي. فيمسك فوق معظم الريسبتور، فهو اللي ينتصر على مين؟ على الانتي بودي، فيعمل ستيميوليشن واكتيفيشن للمصل كويس. حد فاهم؟ في منافسه بين الاثنين انتي بودي واستيركوين، عاوز اخلي الاستيركوين كميته اكتر عشان ينتصر عندي. والاعمل ده ازاي؟ ادي حاجه اسمها انتي كوليسترينز. لما اكل كوليسترينز الاستيركوين كده مش هيتكسر، فهتزيد كميته، فهيمسك هو في معظم الريسبتور فيغلب بينه الانتي بودي، فالعيال حاجه بتسوء يتحسن يبدا يتحسن. فادي حاجه اسمها انتي كوليسترينز، ده اسمه نيوستيرمين او ده اسمه تيلسيون. يبقى رقم واحد ادي حاجه اسمها نيوستيرمين او هيريوستيرمين او ده اسمه تيلسيون. النيوستيجمين لما بيبتدي يحصل امبروفمنت في خلال 20 من 20 دقيقه، يعني ده ده بيشتغل اصلا بعد 20 دقيقه ويفضل شغال حوالي 4 ساعات. ماشي، هتقول لي حلو، هو حلو ووحش في نفس الوقت. يعني انت عندك عيان مايسينيا في العياده وعاوز اشخصه، اديته هو نيوستيجمين انتي كوليسترينز، افضل قاعد جنب العيان 20 دقيقه لحد ما يشتغل صح ولا لا؟ مشكله بيتاخر، يعني بيشتغل بعد 20 دقيقه، فانت مش هتصبر الوقت ده. هتقول لي طب ما هو بيشتغل 4 ساعات حاجه حلوه، ولا في حاجه حلوه لانه فعلا لو العيان مايسيميا هيتحسن ويفضل يتحسن لمده 4 ساعات، بس دي مشكله. ان المفروض انا عندي النيو ماسكولار جانكشن اهو صح؟ ايه اللي بيحصل؟ ده بيشتغل في انتي كوليسترينز. هو الطبيعي ان ربنا خلينا شويه كوليسترينز ليه؟ عشان الاستيركون يطلع يعمل اكتيفيشن وبعدين يتكسر او يرجع تاني. ليه؟ عشان نفضي الحته دي ونشيله من على الريسبتور. ما هو مش ينفع يفضل قاعد في اليوم ماسك في الموتور اللي بيت وماسك في ريسبتور، وطول ما هو قاعد شغال على ريسبتور عامل بي بولاريزيشن، فلازم يمشي عشان مع الامبلس الجديده يطلع تاني فيعمل بي بولاريزيشن جديد كوندكشن جديد. حد فاهم؟ لو فضل قاعد هيفضل ماسك في ريسبتور يبقى عامل بيرزيستنت بي بولاريزيشن، هيعمل ماسك فاتيك. حد فاهم حاجه؟ يبقى تاني انا عشان اشغل عضله محتاج استيركول يطلع يعمل اكتيفيشن كده، انا مديت الاكشن بتاعي وبعدين يتكسر او يحصل له يابتيك، فتيجي يبقى ثانيه فيقطع تاني فيعمل دي بولاريزيشن جديد فكونتكشن تاني. لكن لو هو فضل موجود هنا الاستيريك فضل قاعد هنا هيفضل ماسك في ريسبتور على طول، مفيش كوليسترول يكسره ماسك فيها على طول، فعامل بيرزيستنت دي بولاريزيشن. تيجي امبلس ثانيه عاوز تعمل اكتيفيشن العضله هتبقى اكتف تاني؟ لا ما خلاص هي في استيريك ماسك فيها اصلا مش عارف اعمل لها ري دي بولاريزيشن. حد فاهم؟ انتوا بتنشيل ليه؟ مش في انتوا خدتوا الكلام في الفسيولوجي عارفين لازم يحصل دي بولاريزيشن وبعد كده بص عشان دي وزن جديد صح؟ المفروض دلوقتي العضله الاستيركو لو فضل قاعد هيفضل ماسك في الريسبتور فهتبقى على طول بيرزيستنت دي بولاريزيشن، فالامبلس الجايه مش هتعرف الجايه مش هتعرف تشغل العضله. وبعدين انت قلت ان يوستيك بيفضل بيشتغل بعد 20 مينت صح؟ قلنا دي مشكله اصلا بيتاخر فنصبر عليه قلنا هنستحمله بيشتغل 4 ساعات صح؟ لو عيال نورمال ورش وانا اديت النيوستيك بين ده هو بيشتغل في انتي كوليسترول صح؟ لو عيان نورمال، لو عيان عنده مايسينيا جيفس، لو عنده مايسينيا جيفس وانا اديت نيوستيك من انتي كوليسترول ساعتها هيقل الكوليسترول فهيزيد الاستيل كوين فالعيان حالته هتتحسن صح؟ لو هو عنده مايسينيا جيفس يعني معظم الريسبتور اصلا انتي بودي كان قافلها، فانا وقفت مين الكوليسترول فهبدا ازود الاستيل كوين هيبدا العيان حالته تتحسن فعلا صح ولا لا؟ طب لو شخص نورمال، شخص نورمال يعني كل الريسبتور عنده سليمه مفيش حاجه بايظه ولا في حاجه ماسك فيها انتي بودي وانا اديته نيوستيجين عارف يعمل ايه؟ هيمنع الكوليسترول ف
فيطلع كتير قوي من الستايل كل يمسك في كل ريسبتور الكتيره دي فيعمل بيرزيستنت دي بولاريزيشن فالمصل كده هتقطع تاني لو هو عنده مايسينيا والعضله كانت دايركت وقفت البروسيس بدات تتحسن طب هي لو كانت نورمال وما عندوش مايسينيا جيمس او عنده مايوباسي مشكله في المصل نفسها وانا وقفت الكوليستيريز هيعمل ايه هيرجع السايل كولين مفيش كوليستيريز وكل ريسبتور مفتوح عليه يمسك في ريسبتور كلها فيبقى بيرزيستنت دي بولاريزيشن العضله دي هتقطع يبقى المايسينيا يتحسن بنعدله ريسبتور بس فاهم دي مش كلها شغال لكن النورمال بيرسون او العضله هاي او العضله مايوباسي لو خد انتي كوليستيريز العضله هتقطع حد فاهم دي اسمها ايه بقى دي اسمها كولينرجيك كرايز اسمها كولينرجيك كرايز يبقى اذا في اثنين كرايز في حاجه اسمها مايسينيك كرايز اللي هي سيفير فورم اوف مايسينيا جيمز عامل عنده مايسينيا وما بياخدش الدواء او بياخد كميات قليله او بيبس عندي ادموس ثاني اللي عنده مايسينيا جيمز ده اللي عنده مايسينيك كرايز دي ما بيفيس ان ادموس مش ما تشخصش وعامل فاتيك وعامل مجهود كبير فده مايسينيك كرايز هي بس عندها جوز او بياخد ان اديكوال دوز او ميس دوز ما خدش الدواء او خد كميات قليله ده يحصل مع مايسينيا كرايز يبقى مايسينيا كرايز تحصل مع مين؟ مع اللي خد ان اديكوال دوز او ميس دوز او ايه كمان او بريفيس ان دايجنوز ما خدش الدواء فالعيان بقى سيفير او المايسينيا بقت سيفير ده في مايسينيا كرايز طب لو عيان بقى واخد جرعات عاليه من الدواء او جرعات عاليه من الكويس فيز او عيان نورمال او عنده مايوباس المشكله مش مايسينيا وخد انتي كوليستيريز يحصل ايه؟ خد انتي كوليستيريز وسبته كلها شغاله فالستات نسيت قوي يشتغل على كل سبته يعمل له بريزستنت ديبولاريزيشن يعمل له حاجه اسمها كولينرجيك كرايسيس حد فاهم؟ اللي بتحصل لو واحد خد انتي كوليستيريز والشخص ده كان نورمال او كان عنده مايوباس او خد هيفي دوز خد جرعات عاليه اتابع ازاي؟ الاثنين فول مصر ويكس اللي عنده كولينرجيك كرايسيس اللي عنده بيرسيستنت ديبولاريزيشن والعضله ما بتشتغلش فاتيك برضه واللي عنده مايسينيك كرايسيس العضله مش شغاله عشان ما فيش استر كان عارف يشتغل وعنده فاتيك ده فاتيك وده فاتيك صح ممكن اعرف بالهيستوري ده لكن عنده مايسينيا يا دكتور اتكلم معاك وانا نسيتك الدواء بقالي مثلا اسبوع او انا كنت باخد اورسين في اليوم خدت اورس واحد صح يبقى ده ممكن بالهيستوري لكن ده مش فيه هيستوري بتاع مايسينيا غالبا ده عيان كان نورمال او بعرف ازاي بعرف بالكلينيكال دايجنوز اللي عندك كلينيكالي اللي عنده كولينرجيك كرايسيس ده كولينرجيك هلاقي عنده كولينرجيك هلاقي عنده براديكارديا والجلوبال تبقى فوكس ثيرتي ما كولينرجيك ده فوكس بس ليه شغال شويه عنده الكولينرجيك ده كولينرجيك كرايسيس عنده براديكارديا وكونستريكتد جلوبال لكن الثاني لا هيبقى عادي ممكن يبقى براديكارديا او نورمال بالس والجلوبال طبيعي يبقى احنا قلنا كدايجنوز ايه؟ قلنا الاول كانفستيجيشن قلنا الاول كلينيكال دايجنوز بعد كده انفستيجيشن قلنا ايه كلينيكال دايجنوز حاجه ايه قلنا رقم واحد كلينيكال تيست بعد كده صور مورفولوجيكال دايجنوز ايه الكلينيكال تيست اللي هنعمله قلنا رقم واحد دايجنوز كلينيكال دايجنوز فارماكولوجيكال دايجنوز ايه الكلينيكال هنعمل حاجتين يا اما رقم واحد اندكشن اوف فاتيج باي ريبيتيشن اوف موفمنت هنتابع عندك رقم 2 ووكر تيست ايه الوكر ده قلنا ابلاي سبيجنو مانومتر كاف اون بيشنت هان عايز البيشنت باف سيستوليك يحصل له دوز ويزن 10 سكندز في 10 ثواني طب ايه الفارماكولوجيكال دايجنوز هل دي انتي كوليستيريز يا حاجه اسمها نيوستيجمين او بيوجستيجمين يا حاجه اسمها تنسيرو صح النيوستيجمين ده بيشتغل افتر 20 مينت بعد 20 دقيقه ويبقى بيرزيستنت لمده 4 ساعات التنسيرو ده بيشتغل بعد دقيقتين لمده 10 دقائق انا هستخدم مين قلنا رقم واحد احنا لو استخدمنا الدواء في عيان طبيعي في عيان مايسين هيتحسن صح لكن عنده ما لو عنده يبس هيخش مايسيني هيخش في كولينرجيك كرايز صح احنا ما بنحبش النيوستيجمين ليه لو كان عنده نورمال صح لو كان نورمال او عنده يبس مش هيخش في كولينرجيك كرايز وهيحصل له مصل فاتيج وسبايك فيلير صح فلو كان نورمال وحصل مصل فاتيج وسبايك فيلير لو انا بقى مستخدم نيوستيجمين اللي بيقعد قد ايه 4 ساعات هيفضل 4 ساعات في كولينرجيك كرايز فمشكله ما بحبهاش ساعتها هنجيب له بقى حاجه تقفل النيوستيجمين ده اطلبين وحاجات من دي فاحنا ما بنحبش ده لان لو عيان مش مايسينيا هيخش في كولينرجيك كرايز ويثبت في لمده 4 ساعات لكن بنحب الثاني التنسيرين اللي عشان حاجتين رقم واحد ما بيقعدش 20 دقيقه استناه لا ده بيشتغل بعد 2 مينت بسرعه قوي اديت الحقنه بعد دقيقتين يتحسن يا سالم حد فاهم حاجه؟ وتحسن يبقى مايسينيا باظ اكتر يبقى مش مايسينيا قد يكون نورمال او ميوبس حد فاهم؟ طب لو ساءت حالته هو كان نورمال او ميوبس وساء ودخل في كولينرجيك كرايز ده ما يخوفنيش لان هيقعد قد ايه بس؟
10 مينت يعني 10 دقايق في شويه مصر بديل هلحقه هعرف اتعامل معاه مش على حاجه سيفيه زي الاول. قلت له انا فاهمه ولا فاهمه اي حاجه. ده 4 ساعات ده 10 دقايق بس فمن الحمد لله. ده مشكلته التنسون ده اللي بيعمل انيو سينكوسي او هايبر سنسيتيفيتي. عشان كده هنرد 10 مللي جرام عشان اتجنب الهايبر سيفتي يوميا بدي الاول 2 مللي جرام ما حصلش هايبر سيفتي بكمل التمام. حد فاهم عشان اتجنب حتى سهل انا ده جدا هبدا ب 2 مللي جرام اذا سالت اذا ما حصلش مشكله هايبر سيفتي هدي 8 مللي جرام بقى. ده الكلينيكال دايجنوز. طب ايه الانفستيجيشن بقى؟ ازاي اشخص العيان ده؟ احنا عاوزين نشخص مايسيليك جيرز فاحنا عاوزين كذا حاجه. احنا قلنا الجيرز ده حصل ازاي قلنا مطموح ليه؟ العيان ده عنده انتي بودي بيتهاجم مين؟ لاستيكو من سيبتو في المونتو اندي صح ولا لا؟ فانا عشان اشخص عاوز كذا حاجه قلنا ممكن انتي بودي طالع من الميون سيستم بتاعنا او ممكن السايمس جاند هي فيها مشكله سايمك ديسفانكشن. فانا عشان اشخص حاجه من الاثنين هعمل حاجتين يا اما ادور على انتي بودي سيولوجي يا اما ادور على مين؟ على السايمس اللوجي. يبقى سيولوجي ارديولوجي سيولوجي هدور على انتي بودي كنا غصب 90% وديولوجي هسوي السايمس بيسيري او سيتي هلاقي سايمس اللوجي هروح مدي العيان ده ادويه وداخل شايل مين؟ السايمس. يبقى رقم واحد هشوفها ازاي قلت رقم واحد سيولوجيكال راديولوجيكال صح؟ بعد تعمل كام؟ بعد تاخد مصل بيوبسي واي ام جي اسمع دلوقتي يبقى انا عملت حاجتين على المصل اللي هم مصل بيوبسي اي ام جي دول المصل رقم اثنين عملت سيولوجيكال رقم واحد سيولوجيكال انفستيجيشن هلاقي هدور على انتي بولي هاخد عينه من السيرم وبعد كده هعمل ادور على انتي بولي هلاقي عنده انتي بولي اسمه ايه؟ اسيتايل كورينر ريسبتور انتي بولي بوست في حالي 90% رقم اثنين ارديولوجي هصور مين؟ استعمل تشيست اكس راي او سي تي هلاقي عنده سايموس انلارجمنت او سايموما الكلام ده كبير جدا انلارج حتى اشيل الجلد هترفع على طول ولا ترفع حاول ترفع السايموس تشخيصه سهل كان عنده ديستانم سندروم وبيشرب انفستيجيشن مجرد مش انتهى وبم الصوره في سي تي هيجي على طول رقم اثنين يبقى سيولوجي راديولوجي وبعد كده حاجتين على المصل مصل بيوبسي ومصل اي ام جي. لو عنده مشكله في المصل مش اي في لو عنده مشكله اوترا ميون مش اي مرض اوترا ميون كنا بنلاقي الليمفوسيتيك انفلتيشن في اي حاجه فاكرين مثلا جوجر سندروم فاكرين البوليمارسايت يبقى رقم واحد هلاقي عنده في مصل بيوبسي هلاقي الليمفوسيتيك انفلتيشن المصل فيها شويه ليمفوسيت فاسوشيتد بالاوترا ميون ديس اوردر. طب اي ام جي رسم عضلات الكتروميوجرافي اعمل رسم عضلات هلاقي حاجه من الاثنين المفروض او حاجه ايه هي؟ المفروض لما اعمل ستيمولس للمصل تدي كونتراكشن حلو كده صح؟ ستيمولس تاني تدي كونتراكشن حلو تالت حلو حاجه زي الفل ان كل الكونتراكشن كلها بنفس القوه الكونتراكشن الاول زي الثاني زي العاشر زي ال 100 لو عنده مايسيريو بيتعب بسرعه عملت الستيمولس الاول اداني كونتراكشن حلو طب الثاني مش قلنا بيحصل بديل افتر ديليشن الكونتراكشن ده عالي شويه التالت عالي شويه، الرابع عالي شويه، بعد ما عادش في كونتراكشن، حد فاهم؟ يبقى بيحصل ريدكشن ان امبليتيود افتر ريبيتيشن اوف موفمنت. بخلاف المايوباسي يا اسلام لو الكونتراكشن طبيعي الامبليتيود كده مثلا ان مثلا قوه الكونتراكشن دي مثلا ك ك كمثلا لو هقيس الجير مثلا 10 مللي اهو اللي هو المرسوم عندي على الورقه بتاعت الجهاز. ده لو واحد نورمال، لو واحد عنده مايوباسي الاقي ريدكشن في الامبليتيود في كل الكونتراكشنز. يعني لا هنا كونتراكشن هنا بس هنا زي هنا هو كله قليل بس كله بنفس الليفل ده ما يبقاش ان عدد المصل فايبر انا عندي 100 مصل فايبر هنا هو عنده 10 فالامبليتيود بتاعه ضعيف صح؟ بس كلهم زي بعض لكن المايسينيا جيفز هيديك في الاول كونتراكشن حلو عشان عارف بعد كده يقل حتى كام حاجه الريدكشن ان امبليتيود مش كافيه الريدكشن في الامبليتيود يتشخص بيه بس لكن الريدكشن في الامبليتيود افضل ريديشن او اكتر جدا مش دي الكلمه اللي انا حاجه كام حاجه يبقى ايه الانفستيجيشن حاجتين هما ايه هما سيرولوجي على نفس الوزن راديولوجي سيرولوجي راديولوجي وحاجتين مصر مصر بايوبسي اي ام جي او كم واحد سيرولوجي هلاقي عنده ايه اسيتايل كورين ريسبتور انتي بودي بوزيتيف ال 90% اوف بيشنت سيرم انا قلنا عشان كده قلت لهم رقم اثنين الجيولوجي اعمل شيست اكس راي او سي تي هلاقي عنده سايموس انلارجمنت او سايموما او سايمن هايبر بيس مصل بيبس هلاقي عنده ليمفوسيتيك انفلتيشن اي ام جي هلاقي عنده ايه؟ ريدكشن اوف امبليتيود افتر ريبيتد ستيموليشن بعد كذا ستيموليشن عضله تبدا تقل شويه غير الميوباسي ولا على طول غير الميوباسي يا دكتور ايمن عالج العين ده ازاي يا دكتور ايمن؟ العلاج سهل جدا ايه هو؟
قلنا رقم واحد العنده مشكلته بحرفين ايه هي؟ قلنا السي الاولى قالت ان العنده ممكن يكون عنده ايه؟ قلنا رقم واحد ممكن يكون عنده اصدار كيلو كتير صح؟ او ان عنده انتي بودي. لو قلنا النظريه بتاعت انتي بودي هي الصح طب ماشي، ما هو برضه في الحالتين سواء الاصدار كيلو العادي اصدار كيلو جمبري سواء انتي بودي في الحالتين لازم استخدم انتي بودي ستيريز، لان هو لو قال انا عاوز اقلله عشان ما يكسرش كتير، ولو نورمال بس في انتي بودي اصبح الانتي بودي هو اللي الابر هاند، الانتي بودي ماسك في معظم الريسبتور فغلب بين الاصدار كيلو، انا عاوز ازود كميه الاصدار كيلو عشان هو ينتصر على الانتي بودي فبرضه هستخدم بيه أنت مش تقول احنا لا هنستخدم حاجات تزود، هو اصلا نورمال المشكله مش في اصلا كريم، هو بيتفرز بكميه حلوه جدا طبيعيه زيه زي النورمال، هو زيه زي الشخص الطبيعي، ممكن في ناس عندها لو ليفل بس الاغلبيه اللي بتفرز طبيعي، بس مشكلته الاكتر والمستمر في الانتي بودي اللي بيتنافس مع الاصلا كريم، فانا عاوز اعمل ايه؟ عاوز ازود الاصلا كريم فهدي انتي كوليسترول، يبقى رقم واحد كاتريتمنت رقم واحد هدي حاجه اسمها انتي كوليسترول زي مين؟ يوستيجين بايوستيجين حاجات دي كلها هيعمل ايه؟ هيقلل الكوليسترول فالاستر كيلو كميته هتزيد فيمسك هو في معظم الريسبتور مكان مين بقى؟ الانتي بودي فيبدا هو يمتصر ويعمل استيميشن قوي على مستوى العضله وما يتعبش من الاكسرسايز، حد فاهم؟ الا لو كان الريسبتور كلها شغاله زي ما قلنا وديت انتي كوليسترول هيحصل ايه؟ كونرجي كويس، لكن بتكلم عن عندي ديزيز. رقم واحد انتي كوليسترول زي ديوستيك مين او بايوستيك مين، رقم اثنين الانتي كوليسترول كل اللي عمله ان سام الانتي بودي موجود قال له خليك انتي بودي عادي واقعد عافر حارب معانا، بس احنا كل القصه ان احنا هنزود عددنا، احنا كنا راكبين خناقه ناس اعداء جايين واحنا رايحين نتخانق معاهم، قلنا عشان ننتصر نعمل ايه؟ امنيه قالت احنا ممكن احنا 50 وهم 50 ما تيجي احنا نبقى 100 بقينا احنا 100 واحنا انتصرنا بس هم برضه عرضونا شويه صح ولا لا؟ يبقى برضه ايه انا زودت كميتها عشان انتصر بس انا كنا ممكن ما انتصرش قوي برضه، ما احنا لو زودنا عددنا في ناس برضه بتعرفنا، طب ما تيجي نعمل حاجه احسن. واحد الدكتور يا مان بالتفكير العبقري قالت احنا نزود عددنا وحد تاني يمنع الناس دي انها تيجي اصلا، يبقى احنا كده منتصرين منتصرين صح ولا لا؟ يبقى الحاجه الثانيه ان لو ما استجابش الانتي كوليسترز كان عندي حد سيبيه الاول انتي بودي كتير، يبقى ساعتها هدي انتي كوليسترز هوقف ده وكمان هوقف مين؟ الانتي بودي اللي بيمسك مين بقى؟ مكان استايل كريم، حد فاهم؟ يبقى انا شلت اللي بيكسره وشلت عدوه اللي بنفسه، فتحت الطريق كله للاستايل كريم، يبقى ما استجابش الانتي كوليسترز مش هستخدم جوه لا هستخدم عليه فوق الانتي كوليسترز هزود عليه اميونو سبريسر دوت عشان اوقف مين؟ الانتي بودي زي مين بقى؟ زي الكورتيكوستيرويدز كورتيزون. الكورتيزون ده بسيط بيعالج المشكله، طب اذا ما استجابش الكورتيزون هستخدم اميونو سبريسر اقوى عشان اوقف كل الانتي بودي اسمه ايه؟ اسمه ازاثربين فوق الكورتيزون. يعني انا عينت ثلاث انواع، عين حالته مايلد ومايلد سوبي، المايلد مايسينيا جيمس مجرد بس ما اقول يلا نزود عددنا هننتصر على الخناقه دي. صح؟ يلا قدم لي انتي كوليسترول فزود الستايل كوين. وعين مودريت شويه لازم اعمل ايه؟ لازم ازود عددنا ونمنع الاعداء انهم يجوا. او نمنع جزء من الاعداء هستخدم انتي كوليسترول زي الستايل كوين واميون سبريس زي الكورتيزون. وعين حالته سوبي قوي هستخدم انتي كوليسترول وكورتيزون وكمان الاسوبين عشان ما اخليش ولا عدوي. حد فاهم حاجه؟ يبقى رقم واحد انتي كوليسترول اذا ما استجابش هدي كورتيكوستيرويد ان بيشنت نوت ريسبوندنج تو انتي كوليسترول هزود لو ما استجابش ده. طب لو الانسولين ان بيشنت نوت ريسبوندنج تو كورتيزون هزود على الاثنين ده بيدي كتير. رقم اثنين اللي عنده انتي بودي اي جي جي، احنا قلنا الانتي بودي الاي جي جي فاكرين لو مطير واللوبس كنا بنعمل في مين بلازما فريزز؟ ها؟ في موضوع الفول في اللوبس اشمعنى؟ عشان الانتي بودي كان ايه؟ ما الحاجات دي خدناها ايوه قلنا سنه 52 فطبيعي انها في مش فاكرها هو موضوع صباح الفل. كنا بنعمل بلازما فريزز في اللوبس صح؟ عشان كان عنده اي جي جي ما كناش بنعملها في موضوع كده. عشان بالظبط كان الموضوع فاكر هو اي جي ام اجنست يبقى ده اي جي جي اقدر اعمله بلازما فيزو ولا ما اقدرش؟ يبقى عنده انتي بودي عمال تهاجم ما تيجي نشيل انتي بودي نلمها بره اعمل حاجه اسمها بلازما فيز جهاز ضغط مركزي كده بيلف في الدم كده بيعدي على الدم يشيل كل البروتينات اللي هي الانتي بودي يرجع الدم نضيف ده كيوت ولا باليت سيرجي؟ باليت يعني ايه باليت؟ يبقى رقم اثنين بعمل حاجه اسمها بلازما فيز يعني علاج مساعد كده بعمل ريموف ولا انتي بودي؟ رقم ثلاثه ممكن لو عنده سيمومه يبقى اشيلها ولا اسيبها؟
اعمل ريفيديشن عليها او سيرجيكال ريموفال للسيرو حاجه اسمها سايبيكتومي. طب لو دخل يامريا في مايسيليك كرايسيس هعمل ايه؟ اقول له بيدي ريسك ولا عادي موت في الشارع؟ بيدي ريسك وديله مين بقى وقتها؟ انتي كوليستيريز بجرعات عاليه اي في واعمله ميكانيكال فنتيليشن. صح ولا لا؟ صح. يبقى العلاج ازاي؟ ثلاث حاجات دي هم A, B, C. اللي هو مين؟ انتي كوليستيريز صح؟ والبي وادي صابرين طلع معاه انا نسيت اصلا في مور بيب لازم فيريس او سي يا اما كورتوني مساج كده صح. يبقى رقم واحد بالترتيب رقم واحد انتي كوليستيريز قلنا نيوستيرمين او بايروستيرمين. رقم اثنين اذا ما استجابش هدي كورتيكوستيرويد انفيشن نوت ريسبوندنج تو انتي كوليستيريز. اذا ما استجابش هدي اسوبين انفيشن نوت ريسبوندنج تو كورتيكوستيرويد. مشكله الاسوبين وزي الريسك اوف مالينس او اسوف منهم. طب بعد دي خطوه ثانيه اعمل بلازما فيز ريموفال الانتي بودي ونا لبالي تفصل. رقم ثلاثه اعمل سيرجيكال تريتمنت سيرجيكال ريموفال للسيروت او حاجه اسمها ايراديشن للسيروت او نعمل سايبكتومي. طب ايه التريت اوف مايسينيك كرايسيس؟ قلنا ازاي بعملها ازاي؟ بيدرس ميكانيكال ميوتيشن بعد انتي كوليستيريد نيو تكسبوز الى سلطان اي في عشان يبقى افكتيف. صعب الكلام ده؟ فين عندنا مايسينيك جيبز؟ في حاجه اسمها سكند ليفل دي الفايبر احنا قلنا الفايبر موست في سكند ليفل مايسينيك جيبز وفي حاجه اسمها نيجيتال او انفانتايل مايسينيك جيبز. النيجيتال او الانفانتايل دي عندها ايه؟ النيجيتال مايسينيك جيبز عندها ايه؟ قلنا دي ست عندها مايسينيك جيبز واحده عندها مايسينيك وكانت الباقي فالانتي بودي شويه من الانتي بودي اللي عندها الاستايل كلها ست وانتي بودي شويه منهم عدوا البلاسنتا وراحوا للجنين. تاني الست كانت زينا في بيبي صغنون كده فشويه اصلاب كده سمتوا انتوا بيعدوا للبيبي ده فعملوا ايه؟ راحوا قفلوا مين؟ الاستايزن يا ست في النيو ماسكولا جانش فبدا يحصل له اعراض بي مايسين. هل هو عنده مشكله؟ لا ده كل القصه ان عدى له شويه انتي بودي بس هو مش عنده مشكله شويه انتي زي ميوتا لوبس لو فاكرين وانا فاكرها فشويه انتي بودي عدوا فعملوا اعراض مايسين جيمز بس هو مش عنده انتي بودي عنده انتي بودي جايب الام بس. الطفل ده هيتولد عنده اعراض المايسينيا جيبس ممكن اول ما يتولد تلاقيه عنده ساينوزس واسبات الاستريس وتستغرب ماله الواد ده تقعد تكشف على الشيست وسي تي وحاجات نورمال مش اي حاجه ده كل اللي كان عنده مين بس شويه انتي بودي معديه فهتاثر شويه على كل المصري. فالطفل ده هيبان عنده حاجتين ايه وظيفه اي طفل في الدنيا؟ لاكتيشن وكراين صح؟ بس مش حاجه دي وظيفته في الحياه فتلاقيه عنده جوه كراين وجوه لاكتيشن صح ولا لا؟ جوه كراين وجوه لاكتيشن. رقم ثلاثه ممكن يحصل له اسبات الاستريس لو كان انتي بودي كتير هيحتاج انتنسيف كير ممكن يتحط في اليونيت اي سي يو لمده شهر شهرين ثلاثه لحد ما الانتي بودي اللي جت في الام يحصل لها ابورش من تكسر وتخس. حد فاهم حاجه؟ يبقى اليونيت اللوبس بيحصل ايه؟ بيحصل المذر ويز مايسينيا جيب اليونيت مايسينيا جيب بيحصل ان يونيت او نيو بورن تو مذر ويز مايسينيا جيب صح؟ بيحصل ايه؟ بيبقى عنده هو سابلنت وهو وهو كراين وبيحصل له انفولفمنت ويزن فيو مانثس افتر انتي بودي ابوش. اسمه يونيت او انفولفمنت. في ناس اسمه سكندري مايسيلين جيفز بيحصل اكتر مع الناس اللي عندها بروتوجينيك كارسونوم او الناس عندها هيبا اتش سي سي هيبا اتش سي كارسونوم. المالجنس الكبيره دي قلنا اسمها بارا مالجنس سندروم. طب ايه حاجه اسمها بارا مالجنس سندروم؟ البارا مالجنس ده كان بيحصل له نيوباسي ومايوباسي ومايسينيا واتنسوز نيجر كان صح؟ العيال ده كان عنده قلنا المالجنس بتطلع ابنورمال بالتايد صح؟ بيطلع عنده ابنورمال بالتايد اللي عنده بونتوجينيك كاسوبين اسلام تروح تقفل النيو ماسكولا جنكشن تمسك مكان مين؟ اصل زي زي الانجل تيجي له مايسينيا جيرس. العلاج هيبقى صعب جدا لان عنده مالجنس عمال يطلع ابنورمال بالتايد. الحل انك تعالج مين المالجنس مش عالج مايسينيا حد فاهم؟ ما يستاهلش الاول لان انت هتدي له ايه؟ هتدي له انتي بودي ستريس برضه رقم ثلاث شغال بتاع القوه اللي كان عنده انتي بودي كنا بنديله ايه؟ بنديله سبايس ده هديله ايه؟ ده عنده مالجنس بتطلع بالتايد هو اللي ماسك بدل الانتي بودي فاستجابته للعلاج ضعيفه. حد فاهم حاجه؟ يبقى في حاجه اسمها سكند لوز بيحصل عاده اسوشيت مع البار مالجنس سندروم زي الانتوجينيك كارسينوما او الاتش سي سي صح؟ بسبب ابنورمال بالتايد اللي تعمل للفيلم في اليوم مصري. صعب الكلام ده؟ الكيس بيجي ازاي؟ كنا سهله جدا هيقول لك سيناريو بسيط جميل جدا بيحصل لها بنتيج بيحصل لها ويبس افتر ميت الاكتيف هيقول لك بقى شد تشتغل في البيت وبعد ما تشتغل شغل كتير بتاع الحلوين القصه دي سهله دي ممكن اسمع رؤيه بس
سهله جدا. قلنا الديفينيشن عباره عن ايه؟ الديفينيشن عباره عن مين؟ عباره عن مين؟ الناس لسه بتكتب بتكتبوا ايه؟ ما انا خلصت. قلنا ريس اوردر اوف ترانسفيجن اند نيو ماسكولار جنكشن كاركترايز باي ذا ستيم كاركترايز باي ايزي فيتيجابيلتي افتر الميتيشن اوف سلام. كلام سهل. كل الانيتولوجي او طموح قلت مين عنده حاجه من الاثنين؟ اصل كل ما سيبتوا عند بودي يا اما سايب الديسمارش اصل كل ما سيبتوا عند بودي. قلنا ايه؟ قلنا زيرز برودكشن اوف انتي بودي او اصل كل ما سيبتوا عند بودي اجينست زيرز برودكشن اوف انتي بودي اجينست اصل كل ما سيبتوا ان ذا موتو انديفيد فروم هيومن ماسكول. قلنا بوست في السي اف 100 وبيشنسي برضه كتير سايب الديسمارشن. قلنا نوع ماني اسمع نفسي انا صار مستني شهر 10 قلنا نوع ماني سايب اسكيلان بارتيسيبيت ان الميت ريسبونس صح. لو عنده سايب ديسفانكشن يحصل برودكشن فاكتور من الاكسيد وبالتالي برودكشن افرام انتي بودي اجينس اسيم كوري سيبتو يبقى فيه ماسكر شوك صح. طب هات يعني كده مش هقول وفلو موتو نيو ديتش يعني ايه؟ يو ري موتو بيكتبلي دول دول امبريدج في. قلنا نو هاي بودي ريفلكس يوم ماسكر سيستم. قلنا الاثنين دي ايه هما هم ايه؟ ده يقول لنا فاريشن ويف ديسيندنج ولا ديسيندنج بيكون تحت عكس الجنب بيرسون دول. ده يقول لنا فاريشن ذا مود اه بالعقل الصبح كويس بنلحق ذا مود باور از كول ات ذا ايرلي مورنينج اند ووست ات ذا مش. طب بعد كده بيحصل ايه بقى؟ بيحصل موسم فتيك افتر ريبيتيشن اوف موفمنت. يعني بيحصل ايه؟ قلنا لو الجماعه دي بتاثر ممكن المصري يحصل له فيوز يحصل له فيجوال كومبليت جو مصري يحصل له ماوس ديزاين عندهم لو كومبليت فيشل مصري يحصل له سيتويشنال سيرفيس مصري بس رقم اربعه افر ليك بيفور ريالك بوكس من افتر لسه ما عادش يعمل فيز بارد المصري. بنقول مش حاطينها على كلنا ونسبات بنقول بنتكلم بنقول اسبارد المصري يحصل اسبارد فيجوال اسمها مايزينيك كرايسيس. ايه يا جماعه ايه؟ لسه ما خلصناش. هتعمل نفسها مخرج بقى استاذ بيتر ميمو بقى استاذ بيتر ميمو ويرجع وفي الاخر بتطلع صوره ولا لا عارفها ولا احنا عاملينها عارفين في الاخر قدام صوره باين مروحه في حته جنبها. وانا اصلا ليه ببان كل ساعه في الفيديوهات طنطا يعني تشهد لهذا الامر. كان بتصور صفوه من تحت هنا كده الحته دي وانا عمال اشرح هنا رجليا باينه شايفينها هنا يعني تعالوا كده ان شاء الله. فبلاش نعمل نفس الاستاذ بيتر ميمو كده كده تقسيم بتاع بوي. كمل قلنا ايه الانفستيجيشن ايه الكلينيكال دايجنوز. قلنا رقم واحد induction of fatigue by repetition وبتاخد رقم 2 وكر تيست. بعمل ازاي وكر تيست يا دكتور يعني؟ بعمل ازاي وكر تيست؟ قلنا بعمل ابلاي سبيكت مانومتر على البيشنت هاند ورقم 2 ايه الفارماكولوجيكال دايجنوز يا دكتور اسلام؟ ايه ما انت ممكن تسال نفسك في التلفزيون في نفسك تسال بعد 20 دقيقه لمده 4 ساعات تسال بعد دقيقتين 12 دقيقه ينفع بحاجه اسمها بس الانفستيجيشن كل مين هي الدكتور ايمن بابا سيولوجي يا جورجي سيولوجي اعمل ايه؟ اصل انا كنت سيتو عند مين بص 90 رقم 2 على جورجي سي تي شيست واكس ري عليها سانجست اند لارج رقم 2 رقم 2 ها؟ ايه ام جي بص 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 اعمل انفستيجيشن فيرداشن ايه ام جي؟ ريدكشن اعمل كونتراكشن اون ريبيتيشن اون ريبيتيشن استيميشن اهم كلمه اون ريبيتيشن استيميشن مش اهم كلمه ريدكشن. تعالج ازاي وانا رقم واحد انتي كوليسترول دي تجيب ما بتستجيبنا رقم 2 لو ما استجبش كورتيزون انفيشن دوت تكون انت انتي كوليسترول رقم 3 ادرس بين انفيشن فوت سكور 2 كورتيزون رقم 2 بلازما فيز رقم 3 سيرجيكال ايه هي سيرجيكال بعد سايفكتومي او نوبل سايمر او ايرجيشن. تعالج مارسينيا مارسينيا كويس ازاي؟ بعمل ايه؟ بدرس رقم 2 ميكانيكال كونديشن رقم 3 بلازما فيزز و و وانتوليس بيز اي جيب اي جيب في نوع عند اقاريب من مارسينيا جيبز هم حاجه اسمها لينيت الانسنتايل مارسينيا جيبز هم حاجه اسمها بارماليزم سندور تحصل اكتر مع الكونكو جينيك كارز جينوم.